عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور أحمد السيد. أعزائي الطلبة والطالبات، الحلقة دي إن شاء الله هكمل تشابتر 6 اللي هو الإمبرفكشن إن سوليدز أو ديفكتس إن سوليد، اللي هي العيوب في الجوامد أو في الكريستلز لمادة الماتيريالز ساينس. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على العيوب اللي موجودة في الجوامد، وقلنا من ضمن العيوب ديت اللي هي البوينت ديفكتس، واتكلمنا عن البوينت ديفكتس إيه هي، ولسه متبقي بعض العيوب اللي هي الديسلوكيشنز، وقلنا هنتكلم فيها ان شاء الله في الحلقات القادمه. واتكلمنا ايضا في الحلقه الماضيه على السوليد سوليوشن وازاي اكون عندي سوليد سوليوشن. الوقت الحلقه ديت هتكلم على الكومبوزيشن او الكونسنتريشن بتاعت الالويز، ازاي اعبر بالتركيز او الويت بيرسنت للالويز. احنا قلنا الالويز او السوليد سوليوشن المره اللي فاتت هي عباره عن ايه؟ الالويز هي السبائك. فسبائك بتتكون من ايه؟ من مادتين او اكتر، يعني خليط من مادتين او اكتر، فبنقول عليها ديت ايه؟ سبيكة. طيب احنا بقى بنيجي نعمل ايه هنا في الحلقة ديت؟ عايزين نعرف ازاي نعبر عن تركيز السبيكة ديت او المكونات بتاعتها، تتكون من مادتين تلاتة اربعة. عايزين نعرف تركيز او الويت بيرسنت لكل كومبوننتس موجود في السبيكة ديت. فعندي كذا تعبير لازم نعرفهم. هنا في حوالي 8 قوانين تقريبا لازم يتحفظوا، وانا كاتبهم بالتفصيل، ترجعوا للفايل ديسكريبشن هتلاقوها موجودة وشرحها يعني بشكل جيد. فانا بسرعة مش هاخد كل القوانين، يعني همر على بعض القوانين وهنخش على المسائل على طول. اول تعبير نقدر نعبر بيه على الكومبوزيشن او الكونسنتريشن بتاعت الالويز اللي هو الويت بيرسنت. الويت بيرسنت لها قانون. لو نفترض ان انا عندي تو كومبوننتس بتتكون منها السبيكه، يعني السبيكه بتتكون من تو كومبوننتس، كومبوننتس واحد وكومبوننتس اثنين، وقلت لك احسب لي الويت بيرسنت لكومبوننتس واحد. القانون بيقول عندي ايه؟ ان الويت بيرسنت للكومبوننت 1 بيساوي الماس بتاع كومبوننت 1 على التوتال ماس اللي موجوده عندي، اللي هو ام 1 زائد ام 2، اللي هو الماس بتاع كومبوننت 1 زائد الماس بتاع كومبوننت 2. طبعا ما ننساش نضرب في 100 لان هو عايز بالبيرسنت. طبعا انا معرف لكم هنا السي 1 اللي هي ايه، اللي هي الكومبوزيشن اوف كومبوننت 1 طبعا بالويت بيرسنت، الام اللي هي الماس اوف كومبوننت 1 اللي هي ام 1، ام 2 اللي هي الماس اوف كومبوننت 2. طيب ده اول تعبير اللي هو الويت بيرسنت. في تعبير اخر اللي هو بالاتوم بيرسنت، بنرمز لها اي تي هنا، دبليو تي هنا، اي تي اللي هو الاتوم بيرسنت. القانون بتاعي بيساوي ايه؟ بيقول ايه؟ ان الاتوم بيرسنت بنرمز لها بسي 1 داش، يعني لو عندي 2 كومبوننتس السبيكه تتكون من 2 كومبوننتس، وقلت لك احسب لي الاتوم بيرسنت بتاع كومبوننتس رقم 1. هتقول لي القانون ايه؟ هتقول لي الاتوم بيرسنت بتاع كومبوننت رقم 1 بيساوي النمبر اوف مولز للكومبوننتس 1 على التوتال نمبر اوف مولز، يعني النمبر اوف مولز بتاع المركب الاولاني زائد النمبر اوف مولز بتاع المركب الثاني ونضرب في 100. طب احنا عارفين من قبل كده في الكيمياء ان النمبر اوف مولز بيساوي ايه؟ بيساوي الماس على المولكولار ويت. يعني اقدر اجيب النمبر اوف مولز من الماس على المولكولار ويت. طبعا انا هنا قايل لك سي 1 داش يعني ايه؟ اللي هي الكومبوزيشن اوف كومبوننت 1 ان اتوم بيرسنت، ال NM يعني ايه number of moles لكومبوننتس 1، ال N2 يعني number of moles لكومبوننت 2. فالقانونين دولت مهمين جدا. هنيجي بعد كده من ضمن القوانين المهمة اللي هي الكومبوزيشن كونفرجنس، يعني بيديني في المسألة مثلا سبيكة تتكون من 2 components أو 3 components whatever، واداني ال weight percents بتاع كل components، وقال لك أنا عايزك تحول لي من ال weight percents للكومبوننتس ديت للاتوميك بيرسنت. ففي عندي قانون لازم نحفظه اللي هو الاتوم بيرسنت او الكومبوزيشن بتاع الاتوم بيرسنت بيساوي ايه؟ بيساوي السي 1 في الاي 2 على السي 1 في الاي 2 زائد السي 2 في الاي 1. طبعا الاي اللي هي ايه؟ الاتوميك ويت. خلاص؟ السي 1 اللي هي الكومبوزيشن بتاعت الكومبوننتس رقم 1 بس بالويت بيرسنت، والسي 2 اللي هي الويت بيرسنت او الكومبوزيشن بتاع بالويت بيرسنت بتاع المركب الثاني
اوكي مضروب في الاتوميك ويت بتاع المركب الاولاني. وكذلك هنا الويت بيرسنت او الكومبوزيشن بتاع المركب الاولاني مضروب في الاتوميك ويت بتاع المركب الاخر. وهنا انا شارح بالظبط ايه هي السي 1 داش، ايه هي السي 1، ايه هي السي 2. فالقانون ده مهم جدا، ازاي احول من الويت بيرسنت للايه للاتوميك بيرسنت. هنا كذلك ازاي احول من بقى العكس من الاتوم بيرسنت للويت بيرسنت. لو هو مديني في المساله اتوم بيرسنت وطلب مني ان انا احولها للويت بيرسنت للكومبوننتس اللي موجوده عندي في السبيكه، فنفترض قال لي حدد لي الويت بيرسنت بتاعت كومبوننت واحد ومديني الاتوم بيرسنت بتاعه، يبقى السي 1 هتساوي السي 1 داش في الاي 1 على السي 1 داش في الاي 1 زائد السي 2 داش في الاي 2 في 100. طبعا عارفين ايه السي 1 داش اللي احنا قلناها هنا من شويه ايه هي، والسي 2 داش ايه هي برضو معرفينها هنا، كله تعويض مباشر. النوع الثالث من الكومبوزيشن كونفرجنز يقول لي حول من الويت بيرسنت للماس بير يونت فوليوم، فبنرمز لها بالرمز ايه الماس بير فوليوم سي 1 دبل داش هيساوي سي 1 على سي 1 في الرو ديت اللي هي الدنسيتي بتاع المركب الاولاني زائد السي 2 اللي هي الكومبوزيشن او الويت بيرسنت بتاعت المركب الثاني على الرو على الدنسيتي بتاعت المركب الثاني. وطبعا قلنا ايه السي 1 والسي 2 قلنا ديت الكومبوزيشن بس بتاع المركبين بس بالويت بيرسنت. طبعا بنضرب هنا في 10 اس 3، ليه بنضرب في 10 اس 3؟ لان الدنسيتي عندي هنا بالجرام سنتيمتر تكعيب، فبحولها الى كيلو جرام لمتر تكعيب فبضرب فيه 10 اس 3. فالقانون ده مهم جدا، عندي ثلاث قوانين اهمت لما اجي اعمل اللي هو الكومبوزيشن كونفرجنس من الويت بيرسنت للاتوميك بيرسنت، ومن الاتوم بيرسنت للويت بيرسنت، ومن الويت بيرسنت للماس بير يونت فوليوم. طبعا في قانونين او اخرين اللي هم الافرج دنسيتي، لما يطلب مني الافرج دنسيتي او الافرج اتوميك ويت، سهله برضو نفس الحاجه لازم يتحفظوا القوانين ديت، هترجعوا للفايل ديسكريبشن وهي موجوده عشان ما نضيعش الوقت، هنخش في المسائل على طول. وفي قانون اخر اللي هو يقول لي حدد النمبر اوف اتومز بير فوليوم، يعني احسب لي عدد الذرات اللي موجوده في فوليوم معين. القانون اهوت اللي هو الN واحد مثلا نمبر اوف اتومز للكومبوننتس رقم واحد بيساوي النمبر اوف مولز بتاع المركب في الافوجادروز نمبر، والافوجادروز نمبر احنا عارفينه اللي هو 6.023 في 10 اس 23 على التوتال فوليوم. والفوليوم طبعا عندي بجيبه ازاي، الفوليوم بيساوي ايه الماس على الرو، ده بالنسبه للفوليوم بتاع المركب الاولاني. الفوليوم بتاع المركب الثاني بيساوي الماس 2 على الرو 2. فمشروحه بشكل جيد، يعني ترجعوا طبعا للفايل ديسكريبشن وتشوفوا القوانين ديت تحفظوها كويس قبل ما تحلوا اي مساله. هناخد كذا اكزامبلز على الكلام ده. في عندي ادي اول اكزامبل بيقول لي ايه وات از ذا كومبوزيشن ان اتوم بيرسنت، يعني هو طالب مني هنا ان انا احسب الكومبوزيشن بس بالاتوم بيرسنت اوف ان الوي، ومديني الالوي ذات كونسيست بتتكون من مركبين اللي هو السلفر والكبر، ومديني الكومبوزيشن بتاعت السلفر اللي هو 92.5 بس هنا ايه ويت بيرسنت، ومديني الكومبوزيشن بتاعت الكبر وقايل ان هي 7.5 ويت بيرسنت. فهو هنا بيديني بالويت بيرسنت وعايز احول للاتوم بيرسنت. طبعا القانون معروف، يبقى لازم اجيب الاتوم بيرسنت لكل كومبوننتس عندي في الالويز او في السبيك. عندي كام كومبوننتس؟ 2 اللي هو الاي جي والسي يو، يبقى لازم اجيب احول الويت بيرسنت بتاعت الاي جي للاتوم بيرسنت، وكذلك احول الويت بيرسنت بتاعت الكبر للاتوميك بيرسنت بالقانون على طول تعويض مباشر. زي يعني لو رجعتوا للقوانين في الفايل ديسكريبشن اللي هو تاني صفحة أو تالت صفحة، هتبص تلاقي إيه، هنمسك للأول اللي هو الأتوميك بيرسنت للأي جي بيساوي الويت بيرسنت للأي جي في الأتوميك ويت للكبر على الويت بيرسنت للأي جي في الأتوميك ويت للكبر زائد الويت بيرسنت بتاعت الكبر في الأتوميك ويت بتاعت السيلفر، وما ننساش هنضرب في 100 بالآلة الحاسبة هيطلع كام؟ 87.9 أتوم أو أتوميك بيرسنت. يبقى عندي نسبة الاتوم بيرسنت او نسبة الاتومز السيلفر في الالويز بتساوي 87.9. طيب شيء بديهي لو انا ما حسبتش او ما عوضتش بالقانون اكيد المادة التانية هتبقى ايه؟ هتبقى
12.1 اتوم بيرسنت، نسبة الاتومز فيها 12.1 اتوم بيرسنت. ليه؟ لان احنا عندنا في السبيكة المفروض التوتال ويت بيرسنت او التوتال اتوميك بيرسنت يساوي 100%. فلو عندك واحدة طلعت او كومبوننتس طلعت 87.9 يبقى اكيد التاني 12.1 اتوم بيرسنت. او تطبق القانون بنفس الشكل ده اللي هو سي او واحد سي داش سي يو، يعني الاتوميك بيرسنت للكبر بيساوي الويت بيرسنت للكبر في الاتوميك ويت للسيلفر على الويت بيرسنت للكبر في الاتوميك ويت للسيلفر زائد الويت بيرسنت للسيلفر في الاتوميك ويت للكبر، ونضرب في 100. بالآلة الحاسبة هتطلع نفس ما احنا توقعنا اللي هو 12.1، لان 12.1 بلس 87.9 هيساوي 100%. وبالتالي زي ما احنا قلنا ان السبيكة المفروض الوزن بتاعها التوتال بتاعها يساوي 100%. طيب هناخد اكزامبل اخر. قال لي what is the composition in weight percent. المرة دي قال لي ايه الكومبوزيشن بالويت بيرسنت. قبل كده كان طالب الكومبوزيشن بالاتوميك بيرسنت، ومديني هنا ايه بقى؟ مديني هنا الاتوم بيرسنت، يعني الاتوم بيرسنت احولها للويت بيرسنت. بالقانون على طول امسك كل كومبوننتس، في كام عندي كومبوننتس في الالوي؟ عندي اتنين اللي هو الكابر والبلاتينم. يبقى هطلع الكومبوزيشن بتاعت الويت بيرسنت للكابر بالقانون اللي هو بيساوي الاتوم بيرسنت اللي هو مديها لي بتاعت الكابر في الاتوميك ويت بتاعت الكابر على الاتوم بيرسنت بتاعت الكبر في الاتوميك ويت بتاعت الكبر زائد الويت بيرسنت بتاعت البلاتينم في الاتوميك ويت بتاعت البلاتينم، اضربها في 100. هنعوض تعويض على طول مباشر، هيطلع القيمه بالاله الحاسبه 1.68 ويت بيرسنت من ايه؟ من الكبر. اكيد يبقى الماده الثانيه اذا كان ده 1.68 يبقى الماده الثانيه هتكون كام؟ 98.32، لان احنا قلنا لو جمعنا ال 98.32 زائد ال 1.68 المفروض تطلع الوزن او الويت بيرسنت او التوتال ويت بيرسنت للالوي 100%. او تطبق القانون هو نفسه بس لماده ايه؟ لكومبوننتس البلاتينم، هنا كان للكبر. طيب يجي برضه فكره اخرى، سؤال اخر يقول لي كالكوليت ذا كومبوزيشن ان ويت بيرسنت. عايز هنا ايه؟ بالويت بيرسنت of an alloy that contains 105 كيلوغرام iron 0.2 كيلوغرام of carbon and 1.0 كيلوغرام من الكروميوم. يبقى السبيكة عندي هنا بتتكون من كام؟ من 3 components اللي هم الايرون الكربون الكروميوم، وعايز احسب الويت بيرسنت لكل elements او لكل components. سهلة خالص، امسك الكومبوننتس الاولاني الويت بيرسنت. عندنا قانون الويت بيرسنت بيساوي ايه؟ هنا ما بنحولش، هنا بيقول لك احسب الويت بيرسنت. فالويت بيرسنت بتاعت الاف اي بتساوي ايه؟ بتساوي الماس بتاعت الاف اي على التوتال ماس اللي موجوده عندي. التوتال ماس لايه؟ للثلاثه كومبوننتس، للاف اي والكربون والكروم. بعوض تعويض مباشر، الماس بتاعت الاف اي مديها لي اللي هي 105، والماس بتاعت الاف اي تاني اللي هي 100 على الماس بتاعت الاف اي 105 زائد الماس بتاعت الكربون 0.2، طبعا هنخليها بالكيلوجرام زي ما هي، زائد الماس بتاع الكروميوم 1 كيلوجرام في 100 هيطلع 98.87 ويت بيرسنت. وكذلك هنكرر الموضوع، هنطلع الويت بيرسنت للكربون بنفس الحكايه اللي هي الماس بتاعت الكربون على التوتال ماس اللي موجوده عندي بتاع 3 كومبوننتس. وهنا كذلك الماس او الويت بيرسنت بتاعت الكروم هتساوي الماس بتاعت الكروم على التوتال ماس للثلاث مركبات، ونضرب ما تنساش نضرب في 100. فطلع الويت بيرسنت بتاعت الكربون 0.19، هنا الويت بيرسنت بتاعت الكروميوم 0.94. لو جمعنا ال 0.94 وال 0.19 زائد ال 98.87 للثلاث مركبات هنطلع كام؟ 100%. زي ما احنا قلنا ان التوتال بتاع السبيكه او الويت بيرسنت بتاع وزن السبيكه التوتال بتاعها المفروض يساوي 100%. طيب. هناخد اكزامبل اخر او فكره اخرى اللي هي موجوده رقم في صفحه 7. قال لك what is the composition in atom percent of an alloy، يعني عايز الكومبوزيشن بس بالاتوم بيرسنت that contains، ومديني كام بقى؟ مديني بالجرام هنا، مديني 33 جرام من الكبر و47 جرام من الزنك. طيب انا اول حاجه هطبق القانون، هو عايز ايه هنا؟ الاتوم بيرسنت. يبقى عندي هو طالب الاتوم بيرسنت ليه؟ طالب الاتوم بيرسنت
للالوي that contains 33 جرام من الكبر و47 جرام من الزنك. خلاص يبقى هطلع الاتوم بيرسنت لكل مركب للكبر والاتوميك بيرسنت للزنك. طبعا عندي القانون بيساوي ايه؟ لو طلعنا للكبر بيساوي الاتوميك بيرسنت للكبر بيساوي نمبر اوف مول للكبر على التوتال نمبر اوف مولز. طيب انا عندي هنا النمبر اوف مولز مش موجود عندي للكبر ولا للزنك، اجيبه ازاي؟ سهله خالص، يبقى قبل ما اعوض بالقانون هجيب النمبر اوف مول لوحده للكبر. احنا قلنا النمبر اوف مولز بيساوي ايه؟ الماس للكبر على الاتوميك ويت بتاعه الكبر. الماس بتاعه الكبر مديها لي هنا 33 جرام على الاتوميك ويت بتاع الكبر من الجدول الدوري، اقدر اجيبه او بيديه لي في الامتحان او من الكفر شيت اللي هو ايه 63.55، بعوض هيطلع 0.519 مول من الكبر. طيب اطلع نمبر اوف مولز للزنك اللي هو بيساوي ايه؟ الماس بتاعه الزنك على الاتوميك ويت بتاعه الزنك، والماس بتاعه الزنك مديها لي 47 جرام على الاتوميك ويت بتاعه الزنك من الجدول الدوري برضه اللي هي 65.39. لو قسمنا الماس على الاتوميك ويت هيديني 0.719 مول. فبكده انا طلعت النمبر اوف مولز بتاعت الكبر والنمبر اوف مولز بتاعت الزنك. خلاص اعوض تعويض مباشر على طول من القانون اللي هو الاتوميك بيرسنت بتاعت الكبر بيساوي ايه؟ النمبر اوف مول للكبر احنا طلعناها على التوتال نمبر اوف مول اللي هو النمبر اوف مول للكبر زائد ايه؟ الزد ان، يعني ال 0.519 زائد ال 0.719 واضرب في 100، فقدرت اطلع الايه؟ الاتوميك بيرسنت للكبر اللي هو 41.9. طيب يبقى اكيد الثاني هيبقى كام؟ 58.1%. او ان انا اطبق القانون اطلع الاتوميك بيرسنت للزنك برضو بيساوي نمبر اوف مول بس هنا للزنك على التوتال نمبر اوف مول اللي احنا طلعناهم من شويه ونضرب في 100، هتبص تلاقي القيمه هتطلع 58.1 اتوم بيرسنت. لو جمعنا ال 58.1 للزنك زائد ال 41.9 للكبر هيطلع التوتال 100% زي ما احنا قلنا. دايما توتال الويت بيرسنت بتاعت اي الوي لازم التوتال ويت بيرسنت او التوتال اتوميك بيرسنت لازم تساوي 100%. طيب هنيجي سؤال اخر او فكره اخرى، صفحه 8 قال لي ايه؟ ذا كونسنتريشن اوف سيليكون ان ان ايرون سيليكون، يعني عندي الوي او شبيكه تتكون من الايرون والسيليكون ومديني الكومبوزيشن بتاعت السيليكون اللي هو 0.25 ويت بيرسنت. يبقى اكيد الكومبوزيشن بتاعت الايرون كام؟ هيبقى 100 ناقص ال 0.25 هيطلع 99.75. مش احنا قلنا التوتال بتاعت الالوي او الويت بيرسنت لاي الوي التوتال بتاعها بيساوي 100%، فهو مديك السيليكون 0.25%، يبقى الايرون هيكون كام؟ اكيد 99.75. طيب هو طالب هنا مني ايه؟ طالب مني what is the concentration in kilogram بير للسيليكون طبعا بير كيوبيك متر. يعني هو هنا مديني ايه؟ مديني ويت بيرسنت، ازاي احولها لكيلوجرام على متر تكعيب؟ احنا قلنا من شويه وريتكم من شويه القانون ازاي نحول من الويت بيرسنت لكيلوجرام على متر تكعيب. القانون بتاعي بيساوي ايه؟ اللي هو سي دبل داش للسيليكون اللي احنا قلناها اللي هي ديت اللي هي الكيلو جرام او الماس بير كيوبيك فوليوم، هتساوي الويت بيرسنت بتاعت السيليكون اللي هي 0.25، ده قانون يتحفظ، على الويت بيرسنت بتاعت السيليكون اللي هو مديها لي على الدنسيتي بتاعت السيليكون. الدنسيتي بتاعت السيليكون بيبقى مديها لي في الامتحان او في الشيت اللي عندي، زائد الويت بيرسنت بتاعت الكبر الويت بيرسنت بتاعت الايرون اللي احنا طلعناها اللي هي بتساوي 99.75 على الدنسيتي بتاعت الايرون برضو من بيديها لي في الشيت، بضربها في 100 وعوض تعويض مباشر، بس ما انساش اضرب في كام؟ في 1000 10 اس 3 عشان احول من كام، لان هنا الدنسيتي اللي بيديها لي بالجرام على سنتيمتر تكعيب، فانا بحولها لكيلو جرام لمتر تكعيب فبضرب في 1000، القيمه هتطلع 19.6 كيلو جرام متر تكعيب. اوكي اخر مساله، دي برضو مهمه، مساله مهمه، بيقول لي ديترماين ذا ابروكسيميت دنسيتي، يعني عايز ايه؟ الافريج دنسيتي او الابروكسيميت دنسيتي. طبعا ليها قانون هترجعوا للفايل ديسكريبشن هتلاقوها موجوده فيه، ديت المساله ديت رقم 9 في صفحه رقم 9.
determine the approximate density of titanium والالومنيوم وفانديوم. اوكي، ومديني الكومبوزيشن بتاع كل مركب، يعني انا عندي الوي فيها تيتانيوم والومنيوم وفانديوم، ومديني الكومبوزيشن بتاع كل واحد. التيتانيوم 90%، الالومنيوم 6%، الفانديوم 4%. طالب مني ايه؟ الافريج دينستي او الابروكسيميت دينستي. القانون عندي برضو لازم يتحفظ، موجود عندكم في الفايل ديسكريبشن او في اول حاجة. القانون بيقول ايه؟ بيقول 100 على الويت بيرسنت للتيتانيوم للمركب الاولاني على الدينستي للمركب الاولاني اللي هو التيتانيوم، زائد الويت بيرسنت للمركب الثاني اللي هو الالومنيوم على الدينستي للالومنيوم، زائد الويت بيرسنت للمركب الثالث اللي هو الفانديوم على الدينستي بتاعت الفانديوم، وعوض تعويض مباشر. هنا الويت بيرسنت لكل مركب مديهولي 90%، 6%، 4%. الدينستي بتاع كل مركب برضه بيديها لك في الامتحان او في الشيت، هنعوض تعويض مباشر، هيطلع عندي الافريج دينستي اللي هي 4.38 جرام بير سنتيمتر كيوب. وبكده الحلقه دي تكون حليت بعض المسائل اللي هي المهمه جدا في الجزء ده، او ان ازاي اعبر على او ازاي اعبر او بالكومبوزيشن او ازاي اعبر عن تركيز الالوي بالويت بيرسنت او بالاتوم بيرسنت، وازاي احول من الويت بيرسنت للاتوم بيرسنت والعكس. ولو في اي استفسارات اتواصل معكم على الواتساب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.